لكم برص يأشر لي ورا الكاميرا إذا صارك فنان. جاب العيد في رمضان على خليجية. عيشوا معنا معنا رمضان. أعلنت السوق المالية السعودية تداول عن إضافة أسهم المكتتبين في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب. هذا وقد كانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الحالي نتائج عملية الاكتتاب والتغطية النهائية لاكتتاب الأفراد في أسهم الشركة، حيث تمكن الاكتتاب من جمع 3,800,000,000 ريال، وبلغ عدد المكتتبين الأفراد النهائي أكثر من 1,086,000 مكتتب.